بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وذلك بمناسبة فوز سموه ببطولة العالم للرجل الحديدي والتي أقيمت في كونا بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يلي نص البرقية. سمو الابن العزيز الشيخ ناصر بن حمد الخليفة حفظه الله ورعاه ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه ليسعدنا كثيرا أن نعبر لسموكم عن أطيب تهانينا القلبية بمناسبة إحرازكم المركز الأول في بطولة العالم للرجل الحديدي من بين نخبة كبيرة من أبطال العالم في مجال رياضة الترايثلون. إن هذا الإنجاز العالمي الجديد الذي أحرزتموه سموكم حفظكم الله إنما يعكس ما تتمتعون به من إرادة قوية ولياقة عالية مكنتكم من إحراز بطولة هذا السباق الرياضي الذي يعد من أقوى السباقات في العالم، كما كان لإنجازكم هذا أطيب الأثر لدينا وفي نفوس جميع أبناء شعب البحرين. ندعو المولى عز وجل أن يحفظكم وأن يوفقكم لتحقيق مزيد من الإنجازات والبطولات الدولية والتي رفعت راية البحرين عالية بين الأمم، وأن يسدد خطاكم في كل ما تبذلونه من خطوات إسهاما فيما نسعى إليه جميعا من نهضة وتقدم ونماء لوطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء.